السلام عليكم يا رابع، كيف حالكم طلبتي الصغار؟ عساكم بخير إن شاء الله، أتمنى أن تكونوا جميعا بصحة وسلامة. حسنا، لازلنا في الوحدة الأولى بعنوان ثبات وتضحية، ولكننا سنتناول اليوم قاعدتين مهمتين جدا بدرسنا التدريبات، وستكون الصفحات من 11 إلى 12، وما أود منكم أن تكونوا مركزين معي طلبتي الصغار. النتاجات العامة التي سأحققها في حصتي لهذا اليوم هو أنني سأوضح المقصود بالأفعال المضارعة الخمسة تحديدا، بعد ذلك سأبين سبب هذه الأفعال الخمسة ومن ثم أعربها. سنوضح بعد ذلك في القاعدة الثانية المقصود بالفعل المبني للمجهول، ومن بعدها نحول هذا الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، وتحديدا في الفعل الماضي. فهيا معي طلبتي الصغر، مفهوم الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة قولا واحدا، لا ماضية ولا حتى أمر. وركز، هي أفعال ليست حروف ولا حتى أسماء. إذا أعيد بطريقة أخرى، الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة اتصل بها خمس أمور، اتصل بها خمسة أمور، فركز معي في أول أمر فيها. الفعل المضارع اتصل به ياء المخاطبة، على سبيل المثال أنا أعطيتك فعلا مضارعا تدرس، تدرس، تمام؟ حسنا، صغيري الرائع، أود الآن في هذا الفعل المضارع أن أجعل ياء المخاطبة قد اتصلت بها، فأقول حينما أخاطب الفتاة أنت تدرسين الآن، أنت تدرسين الآن. حسنا صغيري الرائع، أحسنت. الفعل الثاني والثالث قد اتصل بها ألف الاثنين، مثال ذلك حينما يكون ألف الاثنين للمخاطب وللغائب. ركز معي صغيري، حينما نجعل الفعل المضارع تدرس قد اتصل به ألف الاثنين الدالة على المخاطب، فأخاطب الولدان اللذان أمامي فأقول، أخاطب الولدين اللذين أمامي فأقول أنتما تدرسان الآن. أحسنت، ألف الاثنين صغيري الرائع أيضا الخاصة للغائب، حينما نقول لطالبي الغائبين عني هما يدرسان الآن. إذن إلى الآن نحن في ثلاثة أفعال. الفعل الرابع والخامس مع بعضهما بعضا حينما يتصل هذا الفعل المضارع بواو الجماعة الدالة على المخاطب وعلى الغائب، فالفعل المضارع تدرس قد اتصل به واو الجماعة الدالة على المخاطب، على المخاطبين الذكور، فأقول أنتم تدرسون الآن، طلابي رابع أنتم تدرسون الآن. أحسنتم. الفعل الخامس تحديدا حينما أجعل الفعل المضارع قد اتصل به واو الجماعة لكن الدال على الغائب، لطلابي رابع الآن الذكور تحديدا الغائبين عني فأقول هم يدرسون الآن. إذن خمسة أفعال معي. لذلك صغيري الرائع أستنتج بأن الأفعال الخمسة سميت بهذا الاسم، أحسنت، لأنها خمسة أفعال. مبدع في ذلك أيها الرائع. سنأخذ نموذجا في الإعراب وتحديدا في حالة الرفع فقط، ركز معي في حالة الرفع فقط. أنا عندي ثلاث حالات، حالة الرفع والنصب والجر، لا أريد من ذلك إلا على مستوى سنك الآن الحالة الأولى فقط وهي حالة الرفع. حينما نأتي بهذه الجملة فنقول الطلاب يقولون عنك كل خير يا معلمي، ولو أردت منك أيها الرائع أن تستخرج لي الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة لقلت أحسنت يقولون، هل أعربتها أيها المبدع؟ حسنا، إذن يقولون نجزئها في بداية الأمر ونستنتج، يقول هل هو فعل يا معلمة؟ هل هو اسم؟ هل هو حرف؟ فكر فكر، أحسنت هو فعل. إذن فعل، ما زمن هذا الفعل؟ أنا الآن أريد أن أعرب، ما زمن هذا الفعل؟ هل هو ماض؟ هل هو مضارع أم أمر؟
أحسنت أيها المفكر. إذن فعل مضارع، فعل مضارع. وأنا قد غششتك حينما قلت بأنني فقط سأعطي في حالة الرفع. حسنا، فعل مضارع مرفوع. دائما نعلم صغيري المبدع أن الفعل المضارع المرفوع يرفع وعلامة رفعه الضمة. مبدعون أنتم، أحسنتم، لكن هنا لا نجد ضمة. بماذا رفعت كلمة يقولون تحديدا؟ هل بالنون؟ لنرى. هل بالفتحة التي على النون؟ لنرى. هل بالواو، واو الجماعة في يقولون؟ لنرى أيضا. ركز معي، أحسنتم. إذا يقولون هو فعل مضارع قولا واحدا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. في حالة الرفع ركز، إذا تستنتج أن النون موجودة، إذا وعلامة رفعه ثبوت النون. لما؟ على رأسه ريشة؟ نعم، لأنه من الأفعال الخمسة. بارك الله فيك ورعاك أيها النجيب. نأتي إلى مثال آخر، نضرب مثال آخر. حسنا، أعرب ما خط تحته إعرابا تاما. حسنا، هل تحبون القصص؟ هنالك علامة ترقيم قد أوقفت فيها حركة النطق في ذلك. حسنا، لو طلبت منك أن تستخرج لي أيها الرائع الفعل المضارع الذي يعد من الأفعال الخمسة. أحسنت، تخبرني تحبون، تحبون. هل أعربتها لي؟ فكر فكر فكر. أحسنت، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا أستنتج بطريقة أخرى أن الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة اتصل بها ياء المخاطبة وألف الاثنين الدالة على المخاطب والغائب، الآن أصبحت ثلاثة، وواو الجماعة الدالة على المخاطب والغائب، الآن أصبحت خمسة أفعال. سميت بخمسة أفعال، سميت بالأفعال الخمسة لأنها خمسة أفعال ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، وذلك لأنها من الأفعال الخمسة. القاعدة الثانية هي الفعل المبني للمجهول. ينقسم الفعل إلى قسمين من حيث معرفة الفاعل، وتحديدا طالبي ركز معي هنا، من حيث أن الفاعل معلوم أم مجهول. حسنا، الفعل كما قلنا ينقسم إلى قسمين، الفعل المبني للمعلوم وهو الذي يكون فاعله معلوما، من مثل مسح الولد الماء، جملة فعلية قولا واحدا. مسح نعرب معا، أحسنتم، فعل ماض، ماض وليس ماضيا أو ماضي، عفوا ليس ماضي، حينما أقول فعل، فعل ماضي، لا صغيري، فعل ماض بوضع تنوين كسر تحت الضاد دون وجود ياء. حسنا، فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الولد، أحسنتم، هو من قام بعملية الفعل، إذن هو الفاعل. انظر، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الماء هي من وقع عليها فعل الفاعل. الماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مبدعون أنتم، لكن أود أن أسأل الآن سؤالا يثير التفكير لديكم. هل الفاعل معلوم؟ أحسنتم، حسنا، إذا الفاعل هنا معلوم، واضح بأنه الولد. أما الفعل المبني للمجهول فهو الذي يكون فاعله مجهولا، أنا لا أعلم من الذي قام بالفعل أبدا. كأن أحول هذه الجملة إلى الجملة الآتية، ركز معي كيف تصبح. حينما أحولها مباشرة صغيري أحذف الفاعل كليا، بعد ذلك أيها الرائع أجعل المفعول به يأخذ حركة الفاعل، يأخذ حركة الفاعل، أي هو الذي الآن يريد أن ينوب عن هذا الفاعل. أحسنتم، حسنا، وأرجع إلى الفعل. الفعل لو لاحظنا ودققنا وركزنا مع المعلمة حينما قالت نحن ما نود أن نأخذه على مستوى سننا فقط الفعل الماضي وتحديدا الثلاثي الصغاري، تحديدا ركزوا معي
الفعل ثلاثة حروف هنا ماضيا، ماضي. حسنا، أجعل الحرف الأول مضموما وأكسر ما قبل الآخر فقط، هذا الإجراء الذي أحدثه على الفعل. إذا أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر، أحذف الفاعل بعد ذلك، أجعل المفعول به ينوب عن الفاعل كالمساعدة التي تنوب عن المديرة في حال مغادرتها طالبي. لاحظتم؟ أحسنتم. إذن تصبح مسح الماء، ولو دققت في المعنى الآن لوجدت بالفعل مسح الماء. والدتك تسأل من الذي مسح الماء؟ تخبرها لا أعلم، فتقول لها الماء مسح أو مسح الماء، لا أعلم لكن مسح الماء. حسنا، الفاعل هنا مجهول، ناب عنه الفاعل. لذلك طالب الرائع، أود منك أن تركز معي الآن بشكل جيد في كيفية تحويل الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. نعيد إذن بطريقة أخرى، كيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وتحديدا في الفعل الماضي؟ أنا الآن أبين. أول أمر، نضم أول الفعل ونكسر ما قبل الآخر، نأتي بفعل شرب، فعل ماض تحديدا. أحسنتم، شرب، نضم أوله. أين أول الحرف؟ نضم أوله، عفوا، أين أول الحرف؟ الشين. إذن شو. أحسنتم، ونكسر ما قبل آخره، أين الحرف الذي قبل الآخر كي نكسره؟ الراء. إذن ري. تصبح كلمة أو يصبح الفعل شرب في حالة الفاعل إن كان معلوما، يصبح الآن مبنية للمجهول شرب، بعد ذلك نحذف الفاعل ونجعل المفعول به يحل محل الفاعل ويأخذ حركته. المفعول به إذن هو الذي ناب عن الفاعل، فنسميه من الآن فصاعدا ليس مفعولا به في حالة المبني للمجهول، نسميه نائب فاعل. ولو رجعنا قليلا إلى هذه القاعدة لكانت الماء في بداية الأمر مفعولا به، لكن بعد ذلك أصبحت نائب فاعل. أحسنتم طلبتي الصغار في تركيزكم لشرحي للقاعدة. لذلك هنالك حل ورقة عمل، تحديدا حل ورقتي عمل الأفعال الخمسة والفعل المبني للمجهول. كان من الواجب علينا الطالب الرائع أن نسلم هذا الواجب يوم الخميس بتاريخنا الأول من الشهر العاشر لعام 2020. لذلك أود أن أشكركم طلبتي الصغار، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم لقاعدتي الأفعال الخمسة والمبني للمجهول، متمنية لكم وداعية لكم بالسلامة والنجاح، فطبتم وطاب لقاؤكم.